لو احنا عاوزين نشتري بيرفيوم اوريجينال ومش عارفين نشتري ايه، فازاي نحاول ان احنا نختار بيرفيوم يكون فعلا حلو ومميز؟ تعالوا اقول لكم ازاي تختاروا بيرفيوم حلو، وكمان هقول لكم هرشح لكم بيرفيوم انا شخصيا عن تجربتي هيناسب كل الفئات، وحاجه خياليه وتحفه جدا ومش هيختلف عليه اتنين. انا انصحكم ان لازم يبقى فيه عند اي بنت يبقى فيه عندها قطعه ولو واحده بيرفيوم اوريجينال. لو عاوزه اشتري بيرفيوم ومش عارفه اختار ايه او محتاره والاختيارات كتيره قوي، طبعا بيبقى فيه ترشيحات كتيره قوي موجوده، في برفانات معروف ان هي حلوه وجذابه جدا. فانتي بقى سمعتي عن بيرفيوم فلاني والفلاني والفلاني حلوين، ولقيتي عنهم ريفيو او اراء حلوه جدا وان هم اشتهروا قوي في الفترة الأخيرة، فانزلي أي ستور في عطور، سواء بقى أي الموجودين مزايا أو فيسز أو واتفر يعني، وحاولي لما تيجي تشمي تبقي انتي عارفة انتي عايزة تشمي ايه. يعني ما تخليش اللي واقف البايع هو يقترح عليكي حاجات، لأن ما انصحش ان انتي تشتري تشمي أكتر من 3 بيرفيومز في المرة الواحدة. كمان حاولي ان هو بعد ما بيحطلك البيرفيوم على الورقة ديت، ان انتي كمان البرفيوم اللي يعجبك حاولي ترشي منه برضو على مكان النبض في الريست بتاعك. شوفي تفاعل البرفيوم على جلدك هيبقى عامل ازاي، لانه ممكن يتغير على الجلد فتعرفي ان هو مش مناسب ليكي. يعني مش شايف البرفيوم ذات نفسه، لا هو تفاعل البرفيوم مع جلدك، فتشوفي الانسب ليكي برضو. روحي البيت بقى وشمي كل حاجة على راحتك كده وبرواقة كده، وما تاخديش القرار في ساعتها ابدا يعني تمام. وبعدين بقى بتقدري تحددي ايه اللي عجبك، وعلى هذا الاساس بتروحي تاني بقى وتشتري الحاجه اللي هي فعلا بهرتك. لازم لما تيجي تشتري بيرفيوم برضو تكون حاجه عجباكي قوي، ريحتها يعني فيها جذابيه عاليه وحاسه ان هي ثابته جدا، وحاسه ان هي يعني 100% انت عايزه تشتريها، ما فيش اي شك فيها. فمهم قوي ان انت لو هي مش عجباكي نص نص او في حاجه، لا ما تشتريهاش. تمام. الحاجة الأخيرة برضو ان انتي لما تيجي تحكمي على البرفيوم ما تحكميش عليه اول ما بيترش، لأ لازم تستني يهدى البرفيوم وبعدين تشمي ريحته وتحكمي عليه. لان البرفيوم بقى اللي انا هرشحه لكم النهاردة هكلمكم عنه، البرفيوم ده هيناسب يعني انا شايف ان هو كل الفئات من البنات. انتي بنت عايزة تجيبي برفانات تدلعي بيها نفسك وبتحبي روايح الحلوة، واحدة متزوجة عايزة تحطه لزوجها تتعطري بيه للزوج، او انتي مثلا بتجهزي لجهازك عايزة تجيبي برفانات مميزة وحلوة وفخمة للعرايس كمان، فالبرفيوم ده انا برشحه لكم بقوة بقوة. البرفيوم ده يعني حقق اعلى مبيعات في العالم، وناس كتيرة قوي اجمعت ان هو ده بيحوز على مدح واعجاب جامد جدا. بس البرفيوم اللي انا هقولك عليه برضو هو اصدار تاني من البرفيوم الاصلي الاوريجينال. البرفيوم اللي هكلمك عنه هو لافي ايبل انتنس. لافي ايبل انتنس الفيرجن ديت انصحكم بيها عن كمان الفيرجن الاولانيه اللي هي لافي ايبل، بس عن الفيرجن الاولانيه اللي هي لافي ايبل الفيرجن ده حسنوا فيه كتير جدا من البرفيوم الاصلي. يعني البرفيوم الاصلي كان فيه بعض الحاجات اللي كان فيه بعض الناس بتتضايق منها من قوة البرفيوم، يمكن كان البرفيوم قوي شوية، ولانه كان فيه نوتة اسمها الباتشولي بتخلي البرفيوم قوي، فيه ناس مش بتحب النوتة ديت وبتلاقيها قوية عليهم شوية. الفيرجن ديت بقى يا بنات هم حسنوا ده واضافوا مكونات خلت البرفيوم انعم واحسن يعني بمراحل كتيرة قوي. يعني بجد كان كل اللي اتمناه في برفيوم في البرفيوم لقيته في البرفيوم ده. ضافوا مثلا عليه نوتة الكريمة، متخيلين بقى الكريمة ومكسرات اللي هي الهازل نوت اللي هو البندق، فريحته ناعمة بشكل كده لذيذ جدا جدا جدا، زائد ان هو ثابت جدا وريحته مميزة، وكمان مش هتحس ان هو متداول، يعني ريحته فخمة مميزة بجد، يعني حاجة رائعة بجد. وفي زهرة حلوة جدا اللي هي التبر روز، دي زهرة ريحتها حلوة جدا. فخلوا بالكم اللي بكلمكم عنه هو لافي ايبل انتنس. تقدروا كمان تشوفوا ريفيوز على البرفيوم ده
يعني هو ريفيو عليه عالية جدا 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 على موقع فراجرانتيكا. الموقع ده دايما لو انتي محتارة في برفيوم خشي على الموقع ده واقري الريفيوز اللي بتبقى عنه، اقري نسبة قوي كبيرة منها عشان تقدري برضو تكوني صورة عن البرفيوم ده. خاصة في ناس بتشتري برفيوم اللي هي بلايند باي، يعني من غير ما تشمها خلاص. فانتي لو انتي ليكي في البرفيوم وعارفة المكونات وريفيوز، ممكن ان هو البرفيومز يعجبك من غير مش شرط انك تشميه يعني. طيب انا كلمتكم عن البرفيوم ده، يعني انصح زي ما قلت اي عروسه، اي واحده عايزه تجيب برفيوم جديد في مجموعتها، المتزوجات عايزين يجيبوه يتعطروا بيه، حاجه مميزه، حاجه بجد جذابه ومثيره وحاجه سكسي فعلا. فعليكم بالبرفيوم ده، وان انتم تستثمروا في حاجة زي ما اقول لكم اوريجينال، قطعة عندكم برفيوم تبقى حلوة اصلية. يا رب اكون افدتكم بالفيديو ده. لو عجبكم الموضوع ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله.